وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا في الاستديو الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة ببابا. بداية دكتور أرحب بك في استديو مركز الأخبار. طبعا نتكلم عن برامج وجهود المعهد تماشيا طبعا مع الإجراءات الاحترازية اليوم للتصدي لفيروس كورونا. الحمد لله. طبعا المعهد جزء من المنظومة الوطنية، فالتزامنا بالاحترازات اللي موجودة مهمة جدا. نعم. ويبقى أن عملنا جزء أساسي لابد أن احنا نحققه في ظل كل هاي الظروف، وهو عملية التطوير اللازمة للكوادر الوطنية في العاملة في القطاع الحكومي. كان عندنا تحدي شلون نقدر نغير في خلال فترة يمكن قصيرة. نعم. لكن لأن بنينا أمورنا وخصوصا فيما يسمى بالبنية التحتية الإلكترونية من فترة طويلة، بنينا استراتيجيتنا الإلكترونية للتعلم عن بعد من 2010، وجدنا نفسنا اليوم قادرين أن احنا نخلق مثل هذا التحول. ويبقى كذلك تحدي، وهو كيف ممكن نوصل إلى الأشخاص في ظل اصلا النفسيات والتغير اللي موجود، تغير العمل اللي موجود، طبيعه العمل، نمط الحياه. فبدينا نستشرف احتياجات الموظفين الحكوميين خلال فتره هذه الازمه، وشلون بالفعل شنو الاشياء الرئيسيه كاولويات بالنسبه اللي موجوده عندهم. وسوينا دراسه على هاي الاساس اللي من خلاله قدرنا ان احنا نعرف الاحتياجات التدريبيه. نعم. خلال هذه الفتره نزلنا مجموعة من البرامج. الجميل التجاوب اللي صار، العدد اللي قلتيه. نعم. جميل جدا ان نشوف مثل هذه الاعداد من الشباب اللي عندهم الطموح ان ما زالوا مع كل هذه التغييرات الموجودة انهم يواصلون تطور الوظيفي اللي موجود عندهم. التعلم لم يتوقف. توني واصلني خبر من الكوربريت كوميونيكيشن، من الاتصال المؤسسي عندنا، ان اللي يوون وزارونا وشافوا المشاهدات اللي على اليوتيوب القناه اللي موجوده. نعم. عندنا دكتور، كيف استطعتم استقطاب يعني هذا العدد؟ كما ذكرنا ما يزيد على 4100. نعم. موظف، يعني كيف استطعتم استقطاب هذه الفئه والانضمام الى يعني هذه المنظومه، هذه الخدمات الالكترونيه؟ الواحد عرفنا شنو يحتاجون الناس. نعم. درسناهم، حطينا نفسنا مكانهم. اثنين، صنعنا من الآليات اللي ممكن تستقطبهم. نعم. السوشيال ميديا اليوم الكل يستخدمه، فاليوم الأعداد اللي وصلت على اليوتيوب، على قناتنا في اليوتيوب، وصلوا فوق 16400 شخص. نعم. لأن في تواصل معهم مباشر. الأجمل أن في دافع داخلي عند كثير من الموظفين الحكوميين للانضمام للعمل، للتحرك على التعلم، فحصلوها فرصة مماثلة لهذا العمل. هذه الروح الإيجابية اللي موجودة تعطينا دافع أكبر للعمل أكثر وأكثر ولتقديم مفهوم أكثر. نعم دكتور، لو نتكلم عن يعني هل كان هناك إعداد مسبق لتلبية احتياجات القطاع العام في هذا المجال تحديدا؟ جدا. من ناحية الناحية العلمية ففي كثير من الأمور موجودة عندنا. نعم. واشتغلنا عليها خلال الفترة الماضية، وربنا لك الحمد فازت البحرين بجوائز دولية في هذا المجال، عطانا هذا الأمر القدرة أن احنا نتحرك بشكل سريع على توفير منصات إلكترونية جديدة لتقديم التعلم الإلكتروني بشكل صحيح. شغالين الآن على ليس فقط التعلم الإلكتروني مثل مع هدول إخوان في العمل الحكومي اللي هم يدخلون على الجهاز ويتعاملون مع الجهاز مباشرة. نعم. هذا الأمر موجود وراح يتواصل معنا. قدمنا كثير من المحاضرات الإلكترونية اللي كان لها صدى كبير جدا لأنها مرتبطة بالواقع اللي احنا عايشينه. الآن في صدد، يا رب يقدرنا إن شاء الله، إنه يكون في عندنا بث مباشر لتدريب حي، إن أشخاص موجودين 16 شخص مع مدرب
يتعاملون ويتفاعلون معهم مع بعض، بينهم بين بعض، مع المدرب، بالاكسرسايزز، بالتمارين، بكل التفاصيل اللي موجوده، بس كله في المحيط الالكتروني. دكتور، كيف تقيم هذه التجربه؟ قراءتك لنجاح مثل هذه التجربه، وماذا تفاعل المشاركين مع هذه التجربه؟ التفاعل جدا طيب. بعض الاحيان يخلينا نستغرب، يعني بعض الاحيان نقول طيب الناس متعوده على التعامل الوجه لوجه. نعم. لكن لما شفنا ان يعني في تعامل لنا فتره بسيطه، يعني فكيف حصل ذلك؟ بالضبط، في المجتمع البحريني عنده القدرة للتعامل مع التكنولوجيا من فترة، مو من اليوم وأمس. هناك أرضية كبيرة جدا، التعامل مع النقال موجود، صار عند الجميع، فصارت كجزء من الثقافة المجتمعية التعامل من خلال النواحي الإلكترونية. يبقى شلون نستفيد منها لتطوير التعلم أكثر. مرة ثانية قاعد أستخدم كلمة التعلم أكثر من التدريب. نعم. لأن التعلم فيه تشمل التدريب، تشمل التدريب الإلكتروني، تشمل كثير من الأمور، حتى القراءة. كثير من الناس بدأوا الآن يقرون. فالسؤال الموجود عندنا، وعندنا مشروع الآن نطرح إن شاء الله قريبا، كيف نحث على القراءة من المنزل اللي نعم. ممكن تطور العمل الحكومي مرة ثانية بشكل منهجي مو بشكل شخصي، لأن في كثير من الناس يقرون، لكن نعم. شلون نعكس هذا الموضوع؟ لأن هم عندنا دائما هو كيف ننقل التدريب هذه إلى أرض الواقع، كيف ممكن ينعكس إلى تطوير العمل الحكومي وخدمة المواطنين. إذا قريبا سوف نشهد تحول إلكتروني أشمل في العديد من الخدمات. يا رب قدرنا. نعم، طموح القيادة دائما تعطينا دافع كبير جدا، طموح أسرة المعهد وحراكهم السريع معانا، وتجاوب المجتمع الحكومي دائما يعطينا الحافز ان احنا بالفعل نشتغل اكثر. يا رب يقدرنا ان شاء الله ان نقدر نخدم اكثر ويكون لنا دور على الاقل في خلال هذه الازمه لتطوير اكثر في العمل الحكومي ان شاء الله. دكتور، طبعا كنت معنا في استديو الاخبار الدكتور رائد محمد بن شمس، المدير العام لمعهد الاداره العامه بيبا. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا جزيلا.